بسم الله، دلوقتي هنبدأ مع بعض إن أنا أعمل سكادوال لفيلا صغيرة خالص. فالتاسك الأولانية هقول مثلا استلام الموقع، بعد كده التاسك اللي بعد كده بدء الحفر. طيب بعد كده نعمل إيه؟ أبدأ أشتغل مثلا في البدروم، نعمل مثلا الأساسات، بعد كده مثلا الأعمدة، الكاميرات. تمام. طيب الاساسات والاعمده والكاميرات دول تبع البدروم، فهحطهم تحتيه بالشكل دوت. تمام. وابدا اقول له مثلا ده 3 ايام، ده 4 ايام، ده 5 ايام. فهم حطهم كلهم مع بعض. تمام. وشاف اكتر يوم فيهم اعتقد ان كلهم هيبداوا مع بعض، اعتقد ان انا هبدا اعمل الاساسات والاعمده والكاميرات في نفس البدايه مع بعض، فعايز اقول له دي بعد دي، دي بعد دي. فهاجي هنا في البروديوسر اقول له المهمه ديت هتبتدي لما رقم 4 يخلص، ودي هتبتدي لما رقم 5 يخلص. فهيبدا يرتبهم مع بعض. تمام. طيب دي 3 ايام، الاقي ان هو خد السبت والحد اجازه. تمام. فان هو مترتب ان سبت وحد اجازه، طبعا احنا ما عندناش الكلام دوت. فهبدأ أروح هنا في البروجكت اللي هي شينج وركينج تايم، أقول له أنا عايز جدول جديد، أو أختار الجدول ده أبدأ أعدل فيه. تمام. ممكن أقول له عايز جدول جديد، فيقول لي عايز تبدأ من الصفر ولا ننسخ لك واحد من ستاندرد أو من ال 24 هاور أو من نايت شيفت. أقول له لا، خليه أنا هبدأ أنا أتصرف مع نفسي. تمام. باجي هنا على الجدول دوت، بدخل في الورك ويكس وأقول له ديتيل، بيقول لي ساندي، ساندي ما فيهوش شغل خالص. فاقول له انا عايز انا احدد هيبدا الساعه كام وهينتهي الساعه كام. اقول له هيبدا مثلا من 8 الصبح وينتهي 8 بالليل. تسعة بي ام. ده الصندي. ممكن برضه تيجي في السبت برضه تعمل نفس الموضوع، من 8 الصبح ل 9 بالليل. نخلي بس دي بي ام واقول اوكي. اقول له اوكي، هتلاقي الجدول اختلف، ما بقاش عندنا ايام اجازات خالص. ده بس محتاج ان احنا نعدله. يعني اقول له مثلا دوت هيبدا، نشوف المفروض هيبدا يوم ايه، يوم الحد. Sunday عود. ممكن نحرك كده، ممكن نحرك ده كده. تمام. وتقدر تعدل من هنا برضو لو انت عايز، اي ايام انت عايزها تعدل من هنا.